السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كي جايين بخير؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نديروا التصحيح ديال داك التمارين اللي كنت خليت لكم تقريبا شي يومين هذه في الباج، اللي هو عبارة عن تمارين ديال التكامل بدلالات واحد المتتالية. يعني حاولنا نديروا في هذا التمرين شي حاجة جديدة، وفي نفس الوقت تذكير بعض القواعد اللي كنا شفنا في الدوره الاولى. داكشي باش يعني فكرت ندير لكم هذا التمرين اللي كيجمع بين شي حاجه اللي دوزتيها في الدوره الاولى اللي هما المتتاليات، وفي نفس الوقت داكشي اللي وصلتي فيه لدابا اللي هو الانتغرال اللي هو تكامل. دونك هنايا عندنا واحد المتتاليه معرفه بهذا التعبير هذا، او ان تساوي الانتغرال التكامل من ان حتى الان زائد واحد ديال ليكسبونونسييل ديال 2 موا اكس دي اكس كيلك سوا ان ابارتيان دو ان. مزيان، اشنو قال لي هنايا؟ كالكولي اي زيرو. هنايا راه او او زيرو ماشي اي زيرو، هنايا كالكولي او زيرو. او زيرو راه هي هادي. دونك اشنو عاد تمشي دير هنايا؟ حاجه طبيعيه يعني بتخدم عادي، بتمشي نعم سيدي تمشي لهذا التعبير اللي هو او ان، بتحيد هاد ان اللي كاينه هنايا وتعوضها بزيرو وتخدم عادي. نحيدو هاد اي، يعني بتمشي نعم سيدي لهذا التكامل بتحيد هاد ان هادي اللي هنايا وترومبلاسيها بزيرو وتحسب الانتغرال ديالك بشكل طبيعي عادي، وديك الساعه عاد ديك الساعه دوز للاسئله المواليه. دونك نبداو بهاد الانتغرال هذا. دونك عندنا التكامل او ان تتساوي الانتغرال من ان حتى الان زائد واحد ليكسبونونسييل ديال 2 موا اكس دي اكس. اشنو نطلب منك في لا كيسيون الاولانيه باش تحسب ليه او زيرو؟ دونك هنايا السؤال الاول او زيرو، غادي نمشيو لهذا التعبير هذا، وفين ما كان ان غادي نعوضها باو زيرو، عفوا ان بغيت نعوضها بزيرو. دونك او زيرو كتساوي الانتغرال من زيرو، هنايا زيرو زائد واحد هي واحد، ليكسبونونسييل ديال دو موا اكس دي اكس. دونك دابا انت عوضتي ان يعني بزيرو، خرج لك هاد التعبير، حسب لي الانتغرال ديال هاد. دونك هنا شنو عندنا؟ عندنا ليكسبونونسييل اس واحد التعبير هنايا، كقاعدة نذكرك بها ديال ليكسبونونسييل اللي فيه الانتغرال. إلا عندنا او بريم مضروبة في ليكسبونونسييل ديال او، راه الأصلية ديالها هي ليكسبونونسييل ديال او. هذه قاعدة درناها في الدالة الأصلية. دونك شنو عندي هنايا؟ عندنا واحد ليكسبونونسييل في واحد التعبير الفوقاني، نورمالمون خاصو يكون مضروب في اش؟ في المشتقة ديالو. دونك المشتقة ديال جوج موا إكس أشنو هي؟ إلا مشيتي حسبتي هاد جوج درتي ليها جوج موا إكس بريم، شحال غتعطيك؟ غتعطيك موانزا. علاش؟ جوج بريم هي زيرو وموا اكس بريم اللي هي موان زا، يعني هاد التعبير هذا خاصو يكون مضروب اش؟ في ناقص واحد. انت ما عندكش ناقص واحد، اشنو عادي دير؟ بتضرب في ناقص واحد وتخرجها على برا، يعني بيولي عندك لانتغرال من زيرو حتى لواحد ديال ناقص ليكسبونونسييل ديال دو موا اكس دي اكس، ضربتي في ناقص خرج عاوتاني ناقص هنايا. يعني بحال ضربتي وقسمتي في نفس الوقت. حنا درنا اش؟ درنا واحد الاشاره اللي زايده نورمالمون هي اللي كنقلب عليها. هاد ناقص واحد اش يمكن ليا نرومبلاسي؟ نحيد هاد ناقص واحد ونعوضو بهذا التعبير وندير ليه البريم، يعني بيولي عندي لانتغرال من زيرو حتى لواحد، هاد ناقص هي على برا، جوج موا اكس بغيت نديرها بريم ليكسبونونسييل ديال دو موا اكس دي اكس. وهذه راه هي هذه القاعده، يعني هنايا غادي نجي نحيد هذاك الانتغرال ونخلي هذا ناقص على برا. شنو هي الاصليه ديال هذا؟ هي نفسها، هي ليكسبونونسييل ديال 2 موا اكس، ونسد المعقوفه من زيرو حتى لواحد، ونعوض دابا القيمه ديال واحد ديال الاولى عاد نقص منها الصوره ديال الصفر. هذا ناقص نخليه على برا بحال ما كايناش، هي ناقص ونحل واحد القوس كبير ونعوض. ليكسبونونسييل ديال اكس بتعوض بواحد، بنعاود نقص منها الصوره ديال الزيرو، بتولي عندي ليكسبونونسييل ديال جوج ناقص واحد ناقص ليكسبونونسييل ديال جوج ناقص صفر. هاي هنايا جوج ناقص واحد اللي هي واحد اللي هي او، اس واحد اللي هي او، ناقص او اس اثنان. دابا عاد ندخل ناقص، هاد ناقص مع زائد بتولي ناقص، وهاد ناقص مع ناقص بتولي زائد، يعني بتساوي ليا ليكسبونونسييل هاد جوج ناقص صفر هي جوج، ها هي ناقص اكسبونونسييل اس واحد. هاي دونك هذا هو التعبير النهائي ديال اي او زيرو عفوا تتساوي التعبير.
نعاود نكتبوها هنايا يو زيرو يو زيرو تتساوي ليا او اس اثنان ناقص او او اس اثنان ناقص او. دونك هذا هو التعبير ديال اي زيرو، يعني حسبتيه بطريقه عاديه حاليه ما كاينش حتى شي مشكل. دونك ندوزو للاسئله المواليه. دونك السؤال الثاني شنو طلب مني؟ قال لي مونتري كو كيلكو سوا ان ابارتيان دو ان، مهما يكون ان من لونسومبل ان راه يو ان كبر من زيرو. فين هي يو ان؟ هي هاد التعبير هذا، يعني بحال قال لك سير بين ان هذا التكامل هذا موجب فين؟ في المجموعه ان، يعني مهما يكون ان من ان راه هاد التعبير هذا كامل موجب. دونك هنايا غادي نمشيو نذكرك بواحد القواعد اللي كنا درنا في التكامل. مثلا الى عندنا واحد لانتيغرال من ا حتى لبي ندير واحد لا فونكسيون اف دو اكس دي اكس. هذا هو اخر حاجه كنا درنا ذاك النهار في واحد الفيديو. الا بغيتي تدرس الاشاره ديال هاد الانتيغرال خذ هاد الداله هادي شوف لها الاشاره ديالها في المجال ا بي. داكشي اللي غادي نمشي ندير دابا غادي ناخذ هذاك التعبير ديال او ان اللي هو هذا، ومهما يكون ان من ان يعني بغيت نشوف ليه لا يعني التعبير ديالو خاصو يكون موجب في هذا المجال من ان حتى ان زائد واحد. دونك اول حاجه نكتب هذاك التعبير ديالي. دونك عندنا او ان تتساوي لانتيغرال من ان حتى لان بلس 1 ديال ليكسبونونسييل ديال 2 موان اكس دي اكس. دونك نعاود هذا ما تيبانش مزيان. دونك هنايا ليكسبونونسييل ديال 2 موان اكس دي اكس لانتيغرال من ان حتى لان بلس 1. دونك اول حاجه الا بغينا نشوفوا هذا التعبير واش موجب ولا سالب نشوف هذا التعبير هو الاولاني كيفاش داير. اشنو عندنا حنايا؟ عندنا ليكسبونونسييل اون لدينا ليكسبونونسييل ديال 2 موان اكس راه كبر من صفر كيلكو سوا اكس ابارتيان دو ار، يعني راه ليكسبونونسييل الاس ديالو يعني الاس شي حاجه راه دائما ليكسبونونسييل موجب. راه شرحنا هذه القضيه هذه في الدرس ديال لا فونكسيون اكسبونونسييل. ليكسبونونسييل توجور تيكون بوزيتيف ستريكتومون مهما يكون اكس تنتمي لار، يعني كيف ما بيكون هذا التعبير هذا راه ليكسبونونسييل ديالو بيكون موجب. هذه الاولانيه. ثاني حاجه شنو عندنا؟ شوف لي بوغن عندنا من ان حتى لان زائد واحد، هذا ان مع ان زائد واحد شكون الكبير؟ بيان سور هذا الكبير الفوقاني هو اللي تيكون كبير. فاش يكون عندنا الانتيغرال من ا حتى لبي راه بي تيكون كبر من ا، ما يمكنش يكون العكس، الا كان العكس راه خاطئ. يعني بغينا نديرو هنايا اي اون ان بلس 1 كبر قطعان من ان. هاد لي بوغن هادو يقدر يكون تساويه، يعني تلقى هنايا واحد واحد ولا جوج جوج اي في حالات نادره، ولكن الانتيغرال اغلبيه الاحيان تيكون هاد التعبير اللي كاين لتحت صغر من هذا. الا كان عندهم نفس لي بوغن راه التكامل تيكون زيرو. دونك هي الاولى خرجناها والثانيه خرجناها. دابا شنو بقى لي؟ بغيت ندخل الانتيغرال، والانتيغرال كنعرفوا انه موجب ما كيقرب لياش الترتيب. اذا بغيت ندخل الانتيغرال هنايا من ان حتى الان زائد واحد ديال ليكسبونسييل ديال 2 موان اكس ديال دي اكس كبر من صفر. وشنو هو التعبير هذا؟ راه هو ديال او ان. اذا دونك او ان راه كبر من زيرو كيلكو سوا مهما يكون ان من المجموعه. وبهذا غادي تكون خرجتي يعني الاشاره ديال هاد الانتيغرال بينتي انه موجب. ندوزو للسؤال الموالي. دونك بالنسبه للسؤال الموالي شنو قال لي؟ كالكولي او ان او فونكسيون ان، يعني حسب لي او ان بدلاله ان. هاد التعبير هاد السؤال رقم 3 راه بحالو بحال لا كيسيون ديال واحد. يعني هنا عوض لي هذاك ان بزيرو، هنايا بغيت نحسب هاد الانتيغرال، ولكن هاد ان و ان بلس 1 بغيت نخليهم بغيت نحسب بهم الصور، ولكن بعد يبقاو عندنا ان ما يتعوضش. هذا هو الفكره ديال السؤال 3 بحالو بحال السؤال 1. يعني هنا كي قلنا هاد ان عاد نعوضوها بزيرو حسبنا هاد الانتيغرال عادي، هنايا ما عندناش ان باش نتعوض، يعني ما تبقى عندنا خدامه ليا ان. ندوزو نعم سيدي السؤال رقم 3. نكتبوا هذاك لانتيغرال اللي عندنا هنايا بالنسبه لا كاستيون 3. عندنا او ان
تتساوي لانتغرال من ان حتى لان زائد واحد ديال ليكسبونسيال ديال دو موا اكس دي اكس. دونك هنايا غادي نخدمها بشكل عادي كيف خدمنا قبيله هذاك الانتغرال ديال السؤال الاولاني. هنا ما عندناش غادي نعوضو ب ان، يعني ما عادش يمكن لي نعوض ب ان حيت ما فرضتش عليا. هنا قال لي بالعكس كالكولي او ان او فونكسيون ان، يعني او ان بتبقى و ان حتى هي بتبقى، ما عندناش باش بتعوض. يبقى نخدم الانتغرال بشكل عادي كيف درنا قبيله، خاصه واحد ناقص بيض نضرب في ناقص ونضرب في ناقص على برا. هي ناقص من ان حتى الان زائد واحد ديال جوج ناقص اكس بين قوسين بريم ليكسبونونسيال ديال دو موا اكس دي اكس. يعني هذا ما تبقى ليا هاد ناقص هي الاصليه ديال هاد ليكسبونونسيال في الداله ديالو البريم اللي هو نفسه، يعني ليكسبونونسيال ديال دو موا اكس من اش من ان حتى الان بلس ان. دونك انا بقى ليا التعويض، عاد نعوض اكس بان زائد واحد وعاود نقص منها ان ونشوف شنو بيوقع عندي. دونك ناقص هي لا برا على القوس الاول ليكسبونونسيال ديال جوج ناقص هاد اكس، هاد بتعوض هنا بتولي ناقص ان، وهاد ناقص بتولي ناقص واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال جوج ناقص ان. هاي دونك نحسب هادي ناقص على برا ليكسبونونسيال جوج ناقص واحد اللي هي واحد ناقص ان ناقص ليكسبونونسيال ديال جوج ناقص ان. هنايا يمكن لك توقف في هاد يعني في هاد الفتره هادي، ولكن يمكن لك تعاود تزيد تحسبها يعني اكثر من هاك. علاش؟ حيتاش ليكسبونسيال فاش يكون عند واحد الاس يمكن ليه يتفكك. كنعرف انايا ليكسبونسيال الا كان الاس ديالو فيه ناقص كيتحول لطرح، يعني عفوا تتحول للخارج، والا كان البلوس كيتحول يعني للجمع. ولكن قبل ما نديو هاد القضيه هادي ندخل دابا هاد الناقص هنايا ونعاود ندخلها هنايا. هاد الناقص مع ناقص بتولي بلوس، وهاد الناقص مع البلوس بتولي ام واحد، يعني بتولي عندنا ليكسبونسيال ديال جوج ناقص ان ناقص ليكسبونسيال ديال واحد ناقص ان. وكنعرفوا ان بعض القواعد اللي كتقول لي ليكسبونسيال اكس زائد ايغريك كتساوي ليكسبونسيال اكس مضروبه في ليكسبونسيال ايغريك، وكذلك اللي عندنا ليكسبونسيال اكس موا ايغريك راه كتساوي ليكسبونسيال اكس سور ليكسبونسيال ديال ايغريك. شوف معايا هنايا غادي نفرق هذا التعبير ونفرق هذا التعبير. شنو اللي عندنا؟ ليكسبونسيال ديال جوج مضروبه في ليكسبونسيال ديال ناقص ان ناقص ليكسبونسيال ديال واحد مضروبه في ليكسبونسيال ديال ناقص ان. هما عندهم واحد العامل مشترك اللي هو هذا، اشنو غادي نديرو به؟ نعملو به. ها هي ليكسبونسيال ديال ناقص ان عامل، اش بقى ليا هنايا؟ بقى عندي ليكسبونسيال اس اثنان ناقص او، وبامكان هذا نعاود نشونجي ليه يعني لوسين ديال الاس ديالو وبيولي موجب. هذه قاعده نعاود نذكرك بها، ليكسبونسيال ديال موا اكس راه كتساوي 1 على اكسبونسيال اكس. دونك هذا التعبير بيولي عندي كيساوي 1 على او اس ان عامل ل او اس 2 ناقص او. دونك هذا هو الخارج النهائي ديال او ان اون فونكسيون ان. ها هي ان باقا كدور عندي هنايا ما عنديش باش نعوضها حيت ما عطانيش السؤال ديالنا. دونك هنايا غادي نكونو كملنا السؤال رقم 3، ندوزو للسؤال رقم 4. دونك السؤال رقم 4 شنو قال لي؟ مونتري كو او ان اون سويت جيومتريك اي ديتيرميني سا ريزون. بين ان او ان متتاليه يعني هندسيه جيومتريكية هندسية، ومن بعد نحدد هذاك الغيزون ديالها اللي هو الأساس اللي هو كو. عاد نذكرك بعض القواعد اللي كنا شفنا في المتتاليات. دونك القواعد اللي كنا شفنا في المتتاليات هما هادو. إلا بينا نبينو واحد لا فونكسيون عفوا واحد أو أن ولا في أن جيومتريك، أشنو السؤال هذا رقم 4. رقم 4 أشنو كنبغيو نبينو؟ أن أو أن أو أن جيومتريك هندسية، اشنو هي لا فورمول؟ ها هي، هي او ان زائد واحد تتساوي ليا واحد العدد اللي هو كو مضروب في اش في او ان. اما كتخدم بهادي ولا كتخدم بالاخرى، او ان زائد واحد خارج او ان راه كتساوي كو، راه بحال هادي بحال هادي ما عندكش الاشكال. دونك دابا شنو غادي تمشي دير؟ عاد تاخذ او ان بتزيدها واحد وتعاود تخرج منها هاد كي بدلاله او ان. دونك خاصك اما تخدم بهاد القاعده ولا هاد القاعده بحال بحال. ندوزو نشوفو او ان فين هي او ان. هي هاد
يعني يو ان تتساوي هذا التعبير هذا اللي هو هذا اللي خرجناه قبيله بداية ان نعاود نكتبه يعني هنا يبينا نكتبه يو ان هي يو ان تتساوي واحد على او اس ان عامل للاكسبونسيال اس اثنان ناقص جو بونس هاي دونك هذا شنو هو؟ هو يو ان ولكن حنا بغينا يو ان زائد واحد فين ما كان ان بيد نزيد واحد ونخدم عادي ونشد هذا التعبير يو ان زائد واحد تساوي ليا كو فاش مضروبه في يو ان اما نطيح في هاد لا فورمول ولا نطيح في هاد لا فورمول الا خرجتي هذه خاص يبقى لك كو اللي هو الاساس وحتى هنايا راه هو الاساس دونك هذا نجيو نديرو هنايا عندنا يو ان كتساوي واحد على او اس ان عامل لي او اس اثنان ناقص او دونك ها هي يو ان زائد واحد تتساوي واحد على او اس ان زائد واحد عامل لي ليكسبونونسيال اس اثنان ناقص او هنايا عندك لو شوا اما تشد هاد يو ان زائد واحد وتخرج من هاد القاعده هادي ولا الا ما بانتلكش شد هاد التعبير هذا وقسمه على يو ان وغادي تلقى نحاولوا نخرجوا هذا التعبير نخرج منه اش شي عدد مضروب في ان اول حاجه هاد ليكسبونونسيال اس ان زائد واحد ندير ليها التفكيك علاش حيت هنايا عندي واحد الطرف بان لي هاو ها هو هنايا اللي غادي نخرج منه يو ان دونك غادي نجي نفكك هذاك التعبير اللي كاين لتحت تتساوي واحد على هنا عندنا الجمع بتولي اكسبونسيال ان مضروبه في او عامل لو او اس اثنان ناقص او هنا عندنا واحد على او اس ان في او خرج لي واحد على او لهذا الجي وخلي لي داك التعبير اللي بقى على برا دونك بغينا نخرجوا واحد على او ها هي واحد على او مضروبه فاش في داك الشيء اللي بقى ليا اللي هو واحد على او اس ان عامل ليكسبونسيال او كاري ناقص او شوف معايا دابا عم سيدي اشنا هو هذا التعبير هذا هذا شنا هو هذا راه هو يو ان ها هي واحد على او اس ان عامل لو او اس اثنان ناقص او الا كان هذا هو يو ان صافي دير هذاك الشيء اللي مضروب فيه اللي هو كي اللي هو في هذه الحاله واحد على او يعني هنايا بينا نكون خرجنا لا فورمول ديالنا اللي هي يو ان زائد واحد تتساوي كي اللي هو واحد على او مضروب يو ان إذا وصلت لهذه المرحلة بإمكانك أنك تقول يو ان هي متتالية هندسية الأساس ديالها هو واحد على او دونك نجيب واحد الورقة نكتبو هذا الشيء هذا دونك يمكن لي نكتب هنايا هذه عمارات دونك هنايا يو ان متتالية هندسية أساسها واحد على او دونك يو ان واحد لا سويت جيومتريك يو ان سويت جيومتريك دو ريزون كو كتساوي ان سيغ او وانت خرجتي الاساس وفي نفس الوقت بينتي ان هذيك المتتاليه هندسيه دونك ندوزو للسؤال الموالي شوف معايا هنايا قال لي اوتيدي لو سين ديال يو ان زائد واحد ناقص يو ان هنايا بينا ندرسو الاشاره ديال هذا الفرق هذا هذا الفرق هذا شنو غادي نمشيو نديرو نشدو يو ان زائد واحد ونقصو منها يو ان ونشوف الخارج واش موجب ولا سالب هذا يو ان زائد واحد هي اللي خرجنا قبيله اللي هي هذه هي يو ان زائد واحد اللي هو التعبير ونقص منها يو ان اللي هو هذا التعبير هذا ونشوف واش خرج لي الفرق موجب ولا الفرق سالب يلا نعم سيدي نكملوا السؤال ديالنا اللي طلب منا باش نحددوا لو سين ديال هاد لا ديفيرونس بين او ان بلس ان ناقص او ان دونك السؤال رقم 5 قلنا او ان زائد واحد ناقص او ان تتساوي دونك شنو غادي نمشي ندير غادي نشوف يو ان زائد واحد شحال كتساوي ونقص منها يو ان هاد يو ان زائد واحد هي اللي خرجنا في السؤال اللي قبل ياك هي هادي ها هي فين لقيناها الشباب ها هي نعم سيدي ياك هي هادي ها هي يو ان زائد واحد تتساوي واحد على او يو ان دونك غادي نجي ندير واحد على او
un ناقص U n هاي. يعني هاد U n زائد واحد هي لا فورمول ديال هادي، عوضتها بالتعبير ونقصت منها U n اللي بغيت نخليها هكا. علاش ما يمكنليناش نمشي نعوض U n بذات n اللي لقينا في السؤال 3؟ عادي نقول لك علاش. دابا هاد U n اللي لقيناه هنايا ما تعوضهاش هنا، عادي نقول لك علاش ما تعوضهاش. شوف هنا عندنا واحد على او او ان ناقص او ان، اشنا هو القاسم المشترك بين هنايا؟ هو او ان هنايا، عندك او ان هنايا وعندك او ان هنايا. يلا عندك واحد القاسم المشترك كيتعاود، اش يمكن ليك دير به؟ يمكن لك اش تعمل به؟ يعني بلا نديرو او ان، كندير او ان فاكتوريزاسيون ديال اش، واحد على او ناقص واحد. يلا دابا شوف ام احسن، واش هاد او ان تكون خارجة على برا وانت ديجا عرفتي لو سين ديال او ان، يكفي تمشي تحسبي لها التعبير، ولا تمشي تعوض او ان هاد التعبير هذا وتعاود تعوض هنا وتمشي طويلة؟ لا، ضروري يعني يكون عندك شي لعبات كتعلمهم باش يربحوك الوقت، حيت انت في الامتحان الوطني ماشي اي طريقه بغيتي دير كديرها، لا راه كتلعب على الوقت. يعني الا كانت طريقه مختصره وكتخرجك الوقت، يعني كتربحك الوقت وكتخرجك النتيجه مزيانه، تعلم ليها. دونك اش يمكن ليا نمشي ندير هنايا؟ غادي نكتب ليه اون يو ان راه كبر من صفر. هادي منين جبناها استاذ؟ بحال وريها لي في السؤال الثاني. هاي بيجي نكتب لي بين قوسين لا كيسيون دو، غادي يمشي غادي يلقاني فعلا هادي. اش بقى ليا؟ بقى ليا التعبير واحد على او ناقص واحد. هادو راه يعني عدد ماشي مجهول. علاش؟ حيتاش او تقريبا او تقريبا 2.7، يعني الا شديتي واحد على 2.7 ونقصتي منها واحد بيطلق على التعبير نيجاتيف، بيطلقه سالب. يعني واحد على او ناقص واحد راه صغر من صفر. الا قال لي شي واحد باش عرفتي يا استاذ، غادي نمشي نقول لك عوض هذه بالكالكول وبيطلقها سالبه. او ها هي واحد 2.7 ولا 71. علاش؟ حيت هنا القسمه غير مضبوطه. دونك اشنو عندك؟ هذا موجب وهذا سالب. الا كان الموجب مضروب في السالب بيولي هذا التعبير كامل سالب. بينا نكتبوا هنايا دونك او ان عامل لواحد على او ناقص واحد صغر من صفر. وشكون اللي وصلك انت لهاد النتيجه هادي؟ ها هي لا ديفيرونس بيناتهم. يعني بتكتب هنايا دونك او ان زائد واحد ناقص او ان صغر من صفر مهما يكون ان تنتمي ل ان. وانت خرجتي لو سين انطلاقا من اش؟ من هاد التعبير ديال او ان زائد واحد، خدمتيه تماك وعاود خدمتي هنا. يعني هنا بحال قلتي خدمتي سؤال مع سؤال اخر. دونك مفهوم هاد القضيه هادي. ندوزو الشباب للسؤال الموالي. دونك السؤال الموالي طلب مني اش؟ اتيدي لا مونوتون ديال او ان. اشنو هي لا مونوتون؟ هي الرتابه. دونك هاد الرتابه حنايا اون جينيرال كيفاش كنخرجوها بالنسبه للمتتاليات؟ كنخرجوها بلا ديفيرونس بين او ان بلس ان ناقص او ان. يعني هاد القاعده هادي ديال لا مونوتون، السؤال رقم 6 لا مونوتون اللي هي الرتابة. هاد الرتابة اون جينيرال قلنا كنحسبوها بهاد التعبير ديال او ان زائد واحد ناقص او ان. كان الفرق موجب كنقول تزايدية كخواسوند، كان الفرق سالب كنقول ديكخواسوند. هاد الفرق هذا هو اللي خرجنا في السؤال 5 ياك، هو هذا. كيفاش لقينا الفرق اش؟ سالب. يعني بنكتب ليه هنايا دونك هنا من خلال السؤال السابق عندنا او ان زائد واحد ناقص او ان راه سالبه. يعني بنكتب ليه هنايا اون او ان زائد واحد ناقص او ان راه صغر من صفر مهما يكون ان تنتمي لان. الا كان الفرق سالب كاين ان او ان متتاليه تناقصيه، دونك او ان اي décroissante. UN tanaqusiya. UN متتالية تناقصية. و
وانت خرجتي السؤال رقم 6. نمشيو للسؤال رقم 7. اشنو قال لي؟ يعني ديدوير استنتج اش يو ان كونفيرجونت، استنتج ان هذه المتتاليه متقاربه. هذه المتقاربه كنقول فيها جوج كلمات، يا تكون تزايديه مكبوره يا تكون تناقصيه او مصغوره، يعني كرواسونت ماجوري دي كرواسونت مينوري. دونك اشنو لقيت انت في السؤال السابق؟ تناقصيه، الا كانت تناقصيه دي كرواسونت كتكون مينوري، مصغوره. مصغوره يعني كبر من شي عدد. شوف لي السؤال الاول، يو ان كبر من زيرو، يو ان كبر من زيرو سافيو دير يو ان اش مينوري باغ زيرو. يعني في لا كيستيون 8 عفوا 7 نكتبوا لي هنايا لا كيستيون 7، اون يو ان ديكرواسونت، يو ان ديكرواسونت اي مينوري باغ زيرو. دونك UN convergente الناس كيقراو بالعربية UN متتالية تناقصية ومصغورة بالعدد 0 فهي متقاربة. يعني متقاربه، شنو المعنى ديال متقاربه؟ لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال هاد لا سويت هادي راه كيساوي ليا عدد. هذا هو المعنى ديال كونفيرجونت، سافو دير لا ليميت محدوده كتساوي شي عدد. دونك ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الموالي رقم 8، كالكولي لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال يو ان. وفي هذه الحاله غادي نلقاو ان يو ان كتساوي عدد بالنسبه لا ليميت بتساوي ليا عدد. علاش؟ ديجا بينا انها متقاربه. دونك ندوزو للسؤال رقم 8، لا ليميت، لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال يو ان تتساوي لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني. هادي يو ان منين غادي نجيبها؟ شوف معايا السؤال رقم 3، هاي كالكولي يو ان اون فونكسيون يو ان، التعبير ديال يو ان هنايا هو اللي بتعوضه هنايا وتخرج. بالنسبه للسؤال رقم 3 حنا راه ديجا خرجناه، ها هو هنايا. دونك هو هذا، شوف معايا هنايا جو بونس، لا هنايا ها هو، ها هو نعم سيدي، لا كيستيون رقم 3 هي هادي. دونك ها هو الخارج النهائي، هو هاد، يعني هذا هو اللي خرج ليا في اش يو ان اون فونكسيون ان. يعني التعبير هو اللي بغيت نكتب هنايا ونخرج ليه، يعني لا ليميت ديال واحد على او اس ان عامل ليكسبونونسيال او كاري ناقص او. صافي، دونك دابا اجي معايا نخرجوا لا ليميت ديال هذا التعبير هذا. اول حاجه هنايا بالنسبه لا ليميت اش في يو ان، يعني في لي سويت اون جينيرال، يا اما تكون عندك ان في السطر ولا تكون في الاس. هنايا ان فين كاينه؟ في الاس ديال اش ديال ليكسبونونسيال ان طون فيغ بلوس لانفيني. ليكسبونونسيال ديال بلوس لانفيني هي شحال؟ هي بلوس لانفيني، واحد على لانفيني زيرو، وزيرو في هذا الشيء هذا كامل كيساوي ليا زيرو. كار ضروري ندير التعليل، لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال ان ايتيغال بلوس لانفيني، ولا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال واحد على ليكسبونونسيال اوس ان تساوي زيرو. دونك لا ليميت، لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال يو ان كتساوي ليا زيرو. صافي، رد البال هنايا في لي ليميت ديال المتتاليات، ما تسناش يقول لك هذاك ان طون فيغ اش. توجور لي ليميت اللي كيكونوا في لي سويت النهايات ديال المتتاليه راه ان طون فيغ بلوس لانفيني. دابا ندوزو نعم سيدي للسؤال رقم 9، هنايا كالكولي اون فونكسيون ان ديال اش
عطاني واحد المجموع وبيت نحسب ليه التعبير ديالو. اس ديال ان تتساوي اي زيرو زائد اي واحد زائد زائد حتى لين حتى لو ان. مزيان عطاني واحد لاصوم ديال واحد المتتاليه. اول حاجه فاش كنبغي نخرج واحد لاصوم، اول حاجه خاصني نعرف هاد او ان ولا في ان ولا دوبل في ان اللي كاينه في هاد لاصوم لا ناتور ديالها واش يعني جيومتريك ولا اريتميتيك ولا ما عرفناش. بالنسبه للتمرين هنايا عندنا واحد السؤال رقم 4 قال لي يو ان جيومتريك، دونك هنايا هاد يو ان اللي كاينه في هاد لاصوم ايتون سويت جيومتريك متتاليه هندسيه. نكتبوا لا فورمول ديال لاصوم ديال واحد المتتاليه هندسيه. يلا العام سيدي نكتبوا لا فورمول ديال متتاليه هندسيه. دونك اس تتساوي U0 زائد U1 زائد حتى لين حتى UN. دونك هنا عندنا UN اون اي جيومتريك متتالية هندسية. دونك لا صوم العلاقة ديال لا صوم يعني مجموع ديال متتالية هندسية شنو كندير؟ او بي اللي هو الحد الاول لو بروميير تيرم، يقدر يكون او زيرو يقدر يكون اي واحد اي حاجة. باش بدات ليك المتتالية او زيرو بينا نديرو او زيرو مضروبة في واحد ناقص كي اس ان، هادي ناقص باش بدات زائد واحد، هادشي مقسم على اش واحد ناقص كي. نعاود هاد او زيرو ملي كنجيبوها باش بدات عندي المتتاليه هنايا، يعني السطر اللي هادي مع هادي ماشي ضروري او زيرو، يقدر تكون اي واحد ولا اي جوج ياك. واحد ناقص كيو اشنا هو كيو؟ هو الغيزون، هو الاساس، هذا هو الغيزون. وهاد ان ناقص زيرو زائد واحد هما عدد الحدود. كيفاش كندير ليها؟ شوف فين توخرات ان، ها هي كتنقص منها باش بدات اللي هي زيرو زائد واحد. دونك هنا بقى لي التعويض، كتكتب لا فورمول ديالك كل حاجه عوضها بالتعبير ديالها. او زيرو اه ديجا حنا خرجنا فاش في السؤال الاولاني، ها هو واحد ناقص كي كي هو اللي لقينا في الغيزون هنايا، وكل شيء عندك به التعوض. دونك او زيرو نكتبوا او زيرو شحال لقينا فيها في لا كيستيون الاولانيه. او زيرو دونك ها هي او زيرو، هي هادي او زيرو، ها شحال كيساوي او او كاري ناقص او، وعندنا كي كتساوي واحد على او، هي اللي لقينا في السؤال السابق ديال متتاليه هندسيه، هاي واحد على او. مزيان اش بقى ليا دابا؟ دونك خرجنا كل حاجه بالطبيعه ديالها، كيبقى ليا التعويض. دونك غادي نجي هنايا نكتب اس ديال ان كتساوي هاد او زيرو هي او او كاري ناقص او بين قوسين مضروبه واحد ناقص كيو، اشنو هو كيو؟ واحد على او، ها هي واحد على او. لا بيسونس ديالو شحال؟ ان ناقص صفر، ان ناقص صفر هي ان زائد واحد، هي ان زائد واحد علاش مقسم على واحد ناقص كيو اللي هي واحد على او. صافي دابا عوضتي، ولكن ما كليكش تخلي هاد التعبير هذا. علاش؟ حيتاش نطلب منك في واحد السؤال في الاخير لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفينيت ديال اس ديال ان كتساوي او او كاري. يعني انت باش توصل لهاد لا فورمول هادي خاصك هاد الشيء هذا تزيد تبسطو. اما كون قال لي هنايا ما طلبش مني باش نحسب ليه هاد لا ليميت، يمكن ليا نزيد هذا نبسطو مره واحده ونخليه صافي، يعني يمكن ليا نحسب هاد التعبير هذا ونشوف واش عندنا شي اختزال ولا شي حاجه. ولكن هنايا مفروض عليا نزيد نبسط اكثر حتى صافي يتقال الحساب عاد ديك الساعه نوقف. دونك علاش نبدا تمشي دير؟ اول حاجه واحد المقام الهادي بعدا هو الاول، هادو ما يمكنليش يتحسبوا نهائيا. دونك عمل لي انا عفوا توحد لي المقام لهذا التعبير هذا اللي لتحت. دونك نعطيك هنايا اس ديال ان تتساوي او او كاري ناقص او مضروبه، هذا ما يمكنش اصلا يتحسب، هي واحد ناقص واحد على او اس ان زائد واحد. الى وحدتي المقام هنايا واحد في او هي او ناقص واحد على او. مزيان شوف لي هنايا عندنا الكسر، هذا الكسر بيطلع للفوق بيولي المقلوب، يعني بتولي او هي اللي كاينه الفوق وهاد او ناقص واحد بتبقى لتحت، بتولي عندنا هنايا او او كاري ناقص او فاش مضروبه مضروبه في هاد او، هاي على برا اس ديال ان، هاد الشيء مضروب فاش
في هذا التعبير هذا، واحد ناقص واحد على او اس ان زائد واحد، هذا الشيء كامل مقسم على او ناقص واحد. صافي، نعاود نجيبو شي ورقه باش نكتبو فيها هذاك التعبير يكون مقعد. دونك هنايا بلا نديرو اس ديال ان، قلنا هاد او بطلع الفوق بتولي هي او، عامل لي او او كاري ناقص او مضروبه في واحد ناقص واحد على او اس ان ناقص زائد واحد، هاد الشيء كامل علاش مقسم على او ناقص واحد. مزيان، يلا اجي كمل معايا. هنايا عندنا او او كاري ناقص او، يمكن لي نعمل ب او ونخرج على برا بتولي عندي هنايا. رد البال، عندنا او بتعمل هنايا بتخرج بتلاقى مع او بتولي عندنا او او كاري. هاي اش بقى لي التعميل الداخل هي او ناقص واحد، هاد الشيء مضروب في اش في واحد ناقص واحد على او اس ان زائد واحد، هاد الشيء قلنا مقسم على او ناقص واحد. ياك هنا عندنا الجداء، عندنا الضرب هنايا، عندنا هذا مضروب هنايا، وهادشي كامل مضروب ومقسم على هاد التعبير. الا عندنا الجداء الفوق يمكن لي نختازل اش عندنا هاد لا فورميل هادي بتمشي ليا مع هاد التعبير. اشنو غادي يبقى عندنا؟ بتبقى عندنا نعم سيدي او او كاري مضروبه، نحل واحد القوس، واحد ناقص واحد على او الكل اس ان زائد واحد. دونك هذا هو اس ديال ان. بغيت نزيد نفك، عفوا بغيت نزيد نبسطها اكثر، اش بغيت نمشي ندير؟ نفرق هذا الاس هذا بتولي عندنا واحد ناقص واحد على او اس ان مضروبه في واحد على او، وما ننساش هذيك او او كاري على برا. دونك هذا هو الصوم ديال هاد المجموعه هذه. السؤال الموالي اشنو نطلب مني؟ نعم سيدي، بين ان مونتري كو ان طون فيغ بلوس لانفيني لا ليميت ديال اس ديال ان كتساوي او او كاري، يعني لا ليميت ديال هذا التعبير كامل خاصو يخرج ليا او اس اثنان. صافي، دونك نجيو نخرجوا هاد لا ليميت هادي. دونك لا ليميت، السؤال رقم 10، لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اس دو ان تتساوي، هي لا ليميت، لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال هاد التعبير كامل اللي هي او او كاري عامل لواحد ناقص واحد على او اس ان مضروبة في واحد على او. ونسد دونك هنايا عندنا ان اش في لا بويسونس، كنعرف ان ان الا كانت في الاس كنشوف هذا التعبير هذا واش محصور بين ناقص واحد وواحد ولا كبر من واحد ولا صغر من ناقص واحد، على حسب شنو عندنا. عندنا واحد على او راه محصوره واحد على او، بتحسبها في الكالكول بيطلقها نعم سيدي صفر فاصله شي حاجه. يعني الا عندنا واحد العدد فيه اس ان وهو اصلا محصور بين ناقص واحد وواحد، يعني لا ليميت ديالو كتساوي زيرو. دونك زيرو في واحد على او مشات، بقى عندي اونتر بارونتيز واحد، واحد في او او كاري اللي هي او او كاري، بغيت ندير كتساوي او او كاري. ونجي هنا ندير ليه التعليل كار، درنا في الاول ان واحد على او محصور بين ناقص واحد وواحد، كار لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال واحد على او اس ان تتساوي زيرو، يعني النتيجه النهائيه لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اس ديال ان تتساوي شحال عندي هنايا او او كاري. وبهذا نعم سيدي غادي نكونوا كملنا هذا التمرين ديال هذا الفيديو هذا. دونك انا الشباب غادي نكونوا كملنا التمرين ديالنا. كان معكم الاستاذ يوسف، نتمنى الشرح ديالي يكون في المستوى، ما تبخلش عليا بواحد لايك واشتراك معايا في القناه وبارطاجي مع الماكسيموم ديال اصحابك. كيف شفتي ان الخدمه ديالي ما كنركزش على الوطنيات، دائما كنديروا تمارين مختلفه باش هكا نطلع النيفو ديالك لاقصى حد. اللهم يسر.